طيب السؤال تقول أنا أطيع أو أنا طائعة لزوجي وهو ما يطيعني. طيب هو الواجب، الواجب طبعا المرأة الواجب عليها أن تطيع زوجها، هذا الواجب. طيب أما أنت ما بتقولي هو ما بيطيعني، لكن تقولي هو لا يقدر حوائجي، في حاجات معينة أنا عاوزاه هو ما بقدرها. فيبقى يا أخواننا نحن كما إنه واجب على المرأة تطيع زوجها، كذلك يجب على الرجل أن يلبي حاجات أهله في المعروف. ودائما في الدنيا المصاحبة بين الرجل والمرأة تكون بالمعروف. يعني أنت لو نفست لزوجتك الأشياء اللي هي طالبها من الخير ومن المعروف، ده ما إهانة لك. بناس يقول لك يا أخي، الناس بيقولوا عليه شنو يا أخي، يقول علينا أسمع كلام المرأة؟ لا بس عكاس يا كده ما بعمل. يا أخوانا ما في كلام زي ده، بيدخل بتاع ركوب راس. أنت في النهاية ما دام هي طالبة شيء، والشيء ده عندك أو في مقدورك وبتقدر عليه، والشيء ده ما بضر شيء من المعروف، أنت أعمله ليه؟ ما في بس، ما بقوله حكمتك ولا كده. طيب إلا بس تطلب حرام، ما بجوز أنت تطيع في الحرام.